أرقام قياسية بختام مهرجان دبي للتسوق. موضوعنا الرئيسي لهذا اليوم هو انتهاء شهر يناير. أخيراً ما بغى إن شاء الله. أي نوع من الحلويات بتفضلون؟ البانكيك ولا الوافل؟ صدور مجموعة جديدة من الإيموجيز. يوم جديد، تاريخ جديد، شهر جديد في 2 فبراير، يعني فعلاً كان شهر ما راضي يخلص. لكن موعدنا أكيد يجدد معاكم مشاهدينا في حلقة جديدة من يلا سوشيال، بنعرض لكم كل اللي صار في السوشيال ميديا من صور، بوستات، فيديوهات، وتفاعلكم وأكيد تعليقاتكم. مسا الشهر الجديد ومسا اليوم الجديد. والله ما بغى يروح الشهر. أي والله العظيم طويل ثقيل كل شيء، في احداث لين. اول شيء مساكم الله بالخير، ما نسيت على الجماعه دخلتيني فيهم في داش. اي والله حياكم الله مشاهدينا اكيد في برنامجكم برنامج يلا سوشيال عبر قناتكم قناه ابو ظبي. نحاول انه بنلخص لكم ايش اللي صار في ما حنقول 24 ساعه، حنقول الويكند، لانه احنا قطعنا الويكند صح، فكان ويكند برضو في احداث رهيبه واشياء جميله حدثت. فلاحظي حدثتها، فان شاء الله تشوفون هذا التلخيص معانا بقد ما نقدر نحاول نلخصها لكم. طبعا لا تنسون تتابعونا عبر الحسابات الظاهره امامكم على الشاشه وعلى هاشتاج البرنامج يلا سوشيال. فتقولين الشهر كان اي والله كان طويل الصراحه، يعني الاحداث اللي صارت والامور، بس خلص خلص الحمد لله. وعلى قولة الشاعر اللي قال خلص حنانك ما بقى له قسوتك. أيوة اقسى علي اقسى حنانك حلالك بدوتك. ايه قلبي نسى ما دعت. لا بس ما دعت. خلنا نبدا الحلقه. نبدا الحلقه ايه يلا. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي حدث اعتبروه كبير وهو انتهاء شهر يناير 2020 اللي حمل معه الكثير من الأحداث الضخمة عالميا. لهالسبب حبينا نبدأ حلقتنا بسرد أبرز الوقائع والأحداث اللي صارت خلال هالشهر الطويل مثل ما وصفها الكثيرين، وراح نعرض الأحداث حسب حدوثها من أول وحتى آخر شهر يناير، ومو بس بحسب أهميتها. يعني قدامنا ماراثون صح، خلوكم معنا. في 2 يناير فارقت إحدى أشهر الإعلاميات بالعالم العربي نجوى قاسم الحياة داخل شقتها بدبي، وكان وقعها الخبر صادم على الإعلاميين والجماهير العربية خاصة، وإنها ما كانت بتعاني من أي أمراض مزمنة. الله يرحمها. الله يرحمها يا رب. وصباح 5 يناير انتشر خبر مقتل شاب داخل شقة الفنانة اللبنانية ناسي عجرم على يد زوجها الدكتور فادي الهاشم بعد ما دخل بهدف السرقة بحسب ما ظهرت الكاميرات الموجودة، ولليوم ما انتهت التحقيقات بهالقضية، وبعد الجدل مستمر حول هذه القضية عبر منصات التواصل الاجتماعي. بعد هالحادثة بيوم اللي هو بتاريخ 6 يناير أعلنت الفنانة أصالة طلاقها رسمياً من المخرج المصري طارق العريان اللي كانوا متزوجين لمدة 13 سنة، وأثمر عن التوأم علي وآدم، وكان سبق هالإعلان الكثير من الإشاعات والأقاويل. وبعشرة يناير 2020 توفي السلطان قابوس بن سعيد السلطان عمان رحمة الله عليه عن عمر 79 عاماً، وكان تسلم مقاليد الحكم في السلطنة عام 1970. وفي 12 يناير بعد توفى الفنان البحريني رحمة الله عليه الفنان علي الغرير المعروف بطفاش. الله يرحمهم جميعاً. آمين يا رب. بتاريخ 11 يناير أعلنت الصين عن أول وفاة بفيروس كورونا اللي تحول لقضية عالمية، وانتقل بعدها بأيام لأكثر من 25 دولة. طبعاً هالمرض أو هالفيروس موجود محمد من سنين، يعني بس هالفترة منتشر بكثرة وأدى أكيد يعني لوفاة الكثير من الناس. هو مشكلته كمان إنه يمكن تكلمنا عنه كثير، لكن رجع بشكل مختلف صح، يمكن أقوى شوي، وكان صح أول ينتقل كرمك الله من الحيوان للإنسان، الآن صار ينتقل من إنسان للإنسان. الله يحفظ الجميع يا رب. وباليوم الثاني طبعاً ظهر بركان بالفلبين، والأمر اللي أدى لإلغاء مئات الرحلات الجوية للمنطقة، بالإضافة لإخلاء المنازل المحيطة. للحين ترى تونا واصلين نص الشهر. طبعاً نص الشهر. 18 يناير أعلن قصر باكنغهام تجريد الأمير هاري وزوجته ميغان من ألقابهم الملكية بعد تنحيهم عن ألقابهم.
هاي الأخبار اللي صارت صج إحنا تونا نص الشهر لين. ترى لسه باقي برانا مشوار. أكيد ما ننسى محمد الكوارث الطبيعية اللي كان لها حصة كبيرة هالشهر، وأبرزها يمكن كان في 20 يناير ظهور الرياح القوية اللي تسببت بموجة من العواصف الترابية باستراليا، وكانت استقبلت استراليا العام الجديد وسط حالة من الطوارئ بسبب موجة حرائق واجهتها البلاد من سبتمبر 2019 وصنف بأنها الأسوأ بتاريخ البلاد. يعني تخيل اللي تأذوا كثير طبعا من حرائق استراليا، الحيوانات اللي طبعا يعني كانوا مساكين صح، غير الحيوانات اللي اضطروا انهم كمان يقتلونهم، رغم انا ضد هذا الشيء، لكن انا بعد ضد بس لهم اسبابهم طبعا يعني ما اعرف صراحه، لكن فعلا وكان ترى تاثير على المناخ بشكل مو طبيعي، يعني طبعاً. ثاني اكسيد الكربون اللي قاعد يصير او اللي طلع من ناتج هذا الحرائق، التلوث اللي صار عندهم جدا سيء. عموما الخبر الصادم اللي ضجت فيه كل مواقع التواصل الاجتماعي اللي كان ب 26 يناير، وهو وفاة أسطورة كرة السلة الأمريكية كوبي براينت برفقة ابنته وسبعة آخرين بسبب تحطم الطائرة المروحية اللي كانوا على متنها. وأخيراً يعني اشتعلت السوشيال ميديا بخبر انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي بشكل رسمي يوم 31 يناير 2020، طبعاً بعد علاقة صاخبة استمرت 47 عام لتصبح أول دولة بتغادر الاتحاد الأوروبي. يعني واحد حتى ليه تاريخ 31 فيهم شيء، في شيء الله المستعان، يعني الله يا رب يكتب لنا ذا السنه سنه خير ان شاء الله. آمين يا رب. ان شاء الله اللي راح انه يعني يكون مواساه للجميع ان شاء الله، وقدامنا باقي الان كم 11 شهر 11 شهر الله يستر ان شاء الله تكون ايام حلوه ومليئه بالسعاده. الله يبعد عنا وعنكم الاحزان ويجعل سنيننا وسنينكم وايامنا وايامكم فرح وسعاده يا رب. امين. عودناكم مع بداية كل أسبوع نروح مع بعض بجولة على أهم الأخبار وأحداث الويكند اللي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي وأخذت صدى كبير. بالبداية ضجت السوشيال ميديا بالافتتاح المهيب لساحة الوصل بموقع معرض إكسبو 2020 اللي بتستعد إمارة دبي لاستضافته بأكتوبر القادم بطريقة مذهلة أبهرت العالم. تمكنت دولة الإمارات من دخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية عبر إطلاقها لفعالية أطول سلسلة تصافح بالأيدي بالعالم بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لتوقيع وثيقة الأخوة الإنسانية، وشهدت الفعالية حضور مميز من العديد من الشخصيات البارزة والمهمة. شهد افتتاح مهرجان أبوظبي للعلوم مجموعة كبيرة من الفعاليات الترفيهية والثقافية اللي جذبت العديد من الزوار باحتفالية خاصة لانطلاق شهر الإمارات للابتكار من العاصمة أبوظبي. الفعاليات تهدف لتعزيز الاهتمام والابتكار عند الأجيال الناشئة بمجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والفنون. أحيى النجمان راشد الماجد وماجد المهندس حفل غنائي ضخم بدبي ضمن الاحتفالات الختامية لمهرجان دبي للتسوق. هالحفل كسر الرقم القياسي لحضور الحفلات بدبي وتجاوز عدد الحضور بحسب القائمين على الحفل 14,000 متفرج امتلأت فيهم كل المدرجات. محمد طبعاً شفنا الويكند شلون كانت حفلة راشد الماجد وماجد المهندس، يعني مكسرة الدنيا مرة رهيبة الحفلة. ما كان خاطرك أنك تحضر الحفلة؟ إلا والله مرة صراحة، يعني أنا يوم قاعد أشوف الفيديوهات قاعد أقول يا أخي ليش ما كنت هناك؟ الكل كان متواجد، يعني 14,000 ترى رقم مو بسيط طبعاً مرة. يعني المدرجات كانت ممتلئة وهم فنانين حبوك. يستاهلون صراحة يعني أكيد طبعاً يعني. قاعد تتكلم عن البرنس السندباد يعني وانت اليوم بعد كاشخ نفس البرنس نفس الجاكيت ايش يعني انا برنس من اول لا يعني طبعا بس يعني كشختك لا تحسسيني اني ما اكشخ كل يوم لا والله تكشخ خلاص هي كلمه ردي في مكانك ايه اشوه والله شكلي بقول لك النجم محمد الشهري بس ما اتوقع انه في 14,000 متفرج راح يحضر حفلاتك طيب ما تدري اصبري صح يمكن أصبري. بعدين على طاري نجم يقول لك اذا كنت القمر مالك ومال النجوم
الله يعينك على نفسك. طيب. المهم يقول لك بنفس الإطار يعني، وبعد 38 يوم من مهرجان دبي للتسوق اللي شهد أكثر من 4000 فعالية توزعت على كافة أرجاء الإمارة، اختتم المهرجان حفلات الغنائية بحفل مميز جمع كل من عملاق الموسيقى الأمريكي جون ليجند والفنانة فايا يونان. هذه كانت أخبار اليوم. ما عجبتك؟ رجعنا لكم من بعد الفاصل، ووصلنا الحين لفقرة الكويك نيوز، والبداية مع إعلان هيئة الطرق والمواصلات بدبي عبر حسابها على تويتر عن إطلاق مبادرة مميزة تتيح للمتعاملين إمكانية تبديل لوحات مركباتهم بأخرى جديدة بنفس الأرقام القديمة ومزودة بشعار إكسبو 2020 اعتباراً من اليوم 2 فبراير، وعبر رواد السوشيال ميديا عن إعجابهم بهذه الفكرة. طبعاً تفاعلت الجماهير بشكل كبير مع تغريدة رئيس هيئة الترفيه السعودية المستشار تركي آل الشيخ، واللي عبر فيها عن قرب عودته للرياض بعد عملية جراحية أجراها بالولايات المتحدة تكللت بالنجاح، وانهالت عليه التعليقات من المغردين ومحبيه اللي يتمنون له دوام الصحة والعافية. وأكيد من منبرنا هذا ومن يلا سوشيال نقول لأبو ناصر إن شاء الله ترجع بالسلامة وخطاك السوء، وكلنا مشتاقين لك. أكيد، وإحنا نوجه له نقول الحمد لله على سلامتك. طبعا تفاعل رواد السوشيال ميديا مع تغريدة ابن الفنان الراحل السعودي طلال مداح حتى بلغ ترند السعودية، شاركها عبر حسابه على تويتر وأعلن فيها عن حذف وحجب كل المواقع المختلفة اللي بتعرض أغاني والده الراحل، وراح يقوم بتجميعها وبثها من خلال موقع واحد فقط وبشكل مجاني خلال شهرين. أنا أتوقع العملية صعبة شوي. صعبة شوي، بتاخذ وقت. صوت الأرض طلال مداح يعني، بتلاقين الله يرحمه بتلاقين أغانيه في كل مكان، كل مكان، لأنه ما هي أغنية ولا أغنيتين يعني، في الأخير هذا صوت الأرض. طبعا حرصت الفنانة التونسية لطيفة على شكر جمهورها ومتابعيها بعد ما تخطت أغنيتها الجديدة في الأحلام عتبة المليون مشاهدة عبر قناتها على اليوتيوب، وعبرت لطيفة عن سعادتها الكبيرة بالإنجاز اللي افتخرت فيه. رواد السوشيال ميديا العرب احتفلوا بمصاهرتهم الملياردير الأمريكي بيل غيتس بعد قصة حب دامت 4 سنوات بين الابن الكبرى لبيل غيتس والمليونير المصري نايل نصار. توجت قصتهم بالموافقة النهائية على عرض الزواج، وعبرت جينيفر عن سعادتها على إنستغرام بمجموعة من الصور جمعتها بنايل. الله الله يهنيهم مع بعض، الله يهني سعيد وسعيدة. يعني سبحان الله، يقول لك فلوس جيب فلوس، شفت شلون؟ وهذا يعرفون بعضهم. الله لنا، الله كريم إن شاء الله، يرزقنا إن شاء الله من آلي سماء. يا رب. تداول رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو يظهر قدرة الصقر على المحافظة على ثبات رأسه رغم تحرك جسده، وأثار المقطع إعجاب الجماهير، وقرر أحد المغردين تحدي فرقة الرقص الشهيرة جابا ووكيز بتنفيذ فيديو من نفس الطريقة وبنفس الطريقة خلال 24 ساعة. فعلا الفرقة قبلت التحدي ونفذتها بمهارة عالية أذهلت الجميع. تقدرين يعني تثبتين راسك كذا وتحركين جسمك؟ لا ما اقدر. رقصة الصقر انت تعرف تسويها؟ يعني انا حاولت بس انا عندي مشكلة انه ما يعني ما عندي اليايات اللي في مركبة في الهنا. زين خلينا نشوف الفيديو عشان نعرف اذا تقدر تسوي ولا لا. يلا خلينا نشوف الفيديو. محمد شفت الفيديو؟ اي لا بطلت اسوي. شفت شلون صعب؟ مساعد تقول سهل بس مو بقادر ترى هي ترى قدرات في الاخير. اي صح، يعني اهم شيء اعترفت ان الموضوع موضوع قدرات. نعم هو قدرات يعني. انا لو تمرن بكره اجيك اسويها. اوكي تمرن وباكر ناطرتك. باين. يقول لك تساءلت احدى رواد السوشيال ميديا بتغريده لها عبر تويتر اي نوع من الحلويات بفضلون متابعينها، البانكيك او الوافل، لتطلق من سؤالها موجه كبيره من التعليقات والتغريدات اللي قسمت تويتر لفريقين. مثل عادة ظهر فريق طبعا من مدمني جميع انواع الحلويات واللي انضم للفريقين بذات الوقت. انت اية فيهم؟ انا احب البانكيك. البانكيك اللي هو مو اللي يجيك شبكه كذا، لا هاي الوافل. هذا الوافل. اي والله انا احب الوافل واحب البانكيك واحب الكيك، احب كل شيء. كل شيء. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله عليك، الله لا يضرك.
أشاد رواد السوشيال ميديا بالموقف الإنساني النبيل ضمن الأعمال الخيرية اللي بتقوم فيها الفرق الكورية الشهيرة لحد من تفشي وباء كورونا. وكان فريق البوب الكوري سوبر جونيور تبرع ب10,000 قناع للشباب والأطفال للحد من التهديدات الحالية لهالفيروس. والله لفتة حلوة منهم، يعني حلو لما نشوف أن الفرق والفنانين قاعد يشاركون للحد من هذا الفيروس والمرض. يقول لك وجدت شركة أمريكية طريقة لإعادة تدوير الملابس القديمة من خلال إذابتها وصناعة ملابس جديدة كليا. مختبرات هالشركة بتقوم بصناعة خيوط من الملابس القديمة بتشبه الخيوط القطنية لكنها 3 مرات أقوى منها، وأطلقت عليها اسم نيو سايكلد، وهالأمر لفت انتباه عدد كبير من مصممين الأزياء العالمية. يعني بيذوبون الملابس ويرجعون، ولا قصدهم يفكفكون خيوطها؟ لا أتوقع يعني يذوبونها عقب يرجعون شلون تذوب؟ ما أعرف، أكيد عندهم يعني هم في المختبرات أشياء خاصة. بس فكرة حلوة، بس تقول يقول لك الخيوط 3 مرات أقوى، يعني أتوقع الحين كل الشركات العالمية حق الملابس هل تتوقعين بتكون أرخص ولا أغلى؟ أتوقع راح تكون يعني معقولة، مو بأغلى ولا أرخص، معقولة. إذا الريسايكلينج أنا أدعو أنها تكون أقل، يعني إن شاء الله الكل يقدر يستفيد، يعني إن شاء الله والكل يقدر يبادر أنه يودي ملابسه عشان ينعمل لها مرة ثانية إعادة تدوير. يس، عشان ترى في الأخير حترجع لك بطريقة أو بأخرى، صح ولا لا؟ صح كلامك. ننتقل معاكم الحين للفقرة الرياضية، والبداية مع اختيار نادي أرسنال الإنجليزي لإمارة دبي لتكون وجهة لاعبيه لقضاء إجازاتهم الشتوية. اللاعبين راح يقضون معسكر تدريبي مدة 4 أيام بهدف تغيير الأجواء، لتكون هالزيارة رقم 3 بعدد الزيارات لدبي. بكل حفاوة وإجلال رحبت جماهير نادي النصر السعودي بانضمام اللاعب المميز عبدالعزيز الدوسري لصفوف النادي بعقد يمتد لعام ونصف. ومن جهته عبر اللاعب عن سعادته الكبيرة بالانضمام للنادي على أمل تحقيق الكثير من الإنجازات بالمستقبل. واصل الفرعون المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي نجاحاته المستمرة بعد ما تمكن من تخطي اللاعب فرناندو توريس صاحب 65 هدف ليصعد بالترتيب العام للفريق بلقب الهداف التاريخي 5 لليفربول. دفع حب هالطفل الصغير لكرة القدم لتسلق أحد الجبال المجاورة لملعب المحالة بمدينة أبها السعودية. كاميرا الجمهور قدرت أنها تصور هاللحظة اللي بدأ فيها الولد جدا مستمتع بالمباراة من أعالي الجبال. طبعا المباراة هذه كانت بين الهلال وأبها، وكانت التذاكر فل، ما في أي تذكرة ممكن تحصلينها، الناس يقول لك اللي موجودين برا الملعب أكثر من اللي في الملعب، ما شاء الله. فهالطفل كان ذكي، راح طلع فوق جبل، لأنه مدينة أبها تعرفين مدينة صح. جبلية، طلع فوق جبل وضبط الجلسة قاعد يشوف المباراة من فوق الله. الجبل طبعاً كان مكيف مبسوط، والأجواء حلوة كمان هناك. فشركة إعمار اللي هي الراعي الرسمي لنادي الهلال حالياً تواصلوا أو كتبوا تغريدة في تويتر، يمكن حتى بنشوفها، أنه يقولون هذا المشجع الحقيقي نحتاج اللي يعرفه يتواصل معنا، نبغاه إن شاء الله فيستاهل. يعرفونه يتواصلون معاهم، يستاهل يستاهل أكيد. فهذه أخبارني اليوم معي. بنختم حلقتنا اليوم مع فقرة Application of the Day. وقت تقوم بتصغير الخريطة على تطبيق جوجل إيرث على الويب، يمكنك الحصول على عرض مذهل لكوكبنا مع النجوم بالخلفية، لكن هالخلفية المرصعة بالنجوم راح تتحول للون الأسود العادي عند استخدام جوجل إيرث على الهاتف المحمول. أما الآن مع تحديث عملاق التكنولوجيا جوجل للتطبيق، أصبح بإمكانك عرض الكون المرصع بالنجوم بالخلفية على الهواتف والأجهزة اللوحية، بعد ما صارت الأجهزة المحمولة اليوم أكثر قوة من قبل. وراح يوفر التحديث فرصة لرؤية الطرق كلها أثناء دوران الكرة الأرضية، وهو أمر بغاية الروعة لكل شخص بيحب استكشاف الفضاء. عاد هذا أنا يقصدني الخبر، أي أنت وايد مهتم في هالأمور. أحب أكتشف الأشياء الغامضة، يكتشف الغامض والمثير كنا؟ أنت أنا أنت أما الخبر الثاني فبهم كل عشاق الإيموجي،
أو الصور الرمزية والوجوه المستخدمة بالكتابة الرسائل الإلكترونية، خصوصاً الناس اللي يسولفون دائم بالإيموجيز. نفسي أنا أكتب لك الجملة كاملة بالإيموجيز عاد أنت فسرها. لا كذا مشكلة. طيب بالعكس والله شيء حلو. طبعاً التحديث هذا أعلن حساب إيموجيبيديا في تويتر عن صدور مجموعة جديدة من الإيموجي اللي بتتضمن أشكال مختلفة نالت إعجاب رواد السوشيال ميديا. أنا في واحدة من الإيموجيز عجبني، اللي هي أمي كانت تستخدمه معايا زمان، يعني الله يطول عمرها، يعني إذا سويت شيء غلط فاهمة تجي تسوي كذا. أي براويك بعدين. أي خصوصاً إذا كنا عند جيراننا ولا عند ناس فاهمة، ما تبي تصرخ، ما تبي تطقني قدامهم فتسوي. أنا أتوقع هاي السوء هذه كانت تخوفني، يعني في عذاب بيصير في البيت. طبعاً وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم. بالله؟ والله ما حسيت. لا والله أشوف خلص، مع أنه الشهر خلص والحلقة خلصت. عشان تعرف أن هاي بداية الشهر، أن تشيل الوقت يمشي بسرعة. أوكي. مشاهدينا وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم، إن شاء الله تكونون استفدتوا واستمتعتوا بالأخبار اللي عرضناها في النص ساعة معاكم، وانتظرونا باكر في حلقة جديدة مواضيع مختلفة، وتابعونا على حساباتنا في السوشيال ميديا وعلى هاشتاج يلا سوشيال. بكرة الساعة كم؟ الساعة 10 بتوقيت الإمارات والساعة 9 بتوقيت السعودية والبحرين. يلا باي باي.